ضمن نطاق الحياة الاجتماعية بين أسرتين بتجمع صحبة وحدة حال على امتداد سنوات طويلة، لحد ما إجا طرف ثالث يحمل معه الكثير من التغيرات من قيم وأفكار بتناسب وضعه ومكانته. دارت كاميرا المخرج باسم سلكة لتجسد تفاصيل هالعلاقة وتحكي عن كل الجوانب السلبية والإيجابية لها العائلتين. كان على قيد الحب للكاتب فادي قوشقجي. نحن هاي السنة يعني نراهن أنه الجمهور عنده عطش لمشاهدة هذا المصنف، وبالتالي كان يعني من بداية التفكير بالمشروع أنه نتعاطى معه بكامل الجدية والسخاء الإنتاجي والاهتمام التقني والبصري والفني بهذا المسلسل لحتى يلاقي جمهوره اللي ناطره. بمقدار الصعوبة بالتعامل مع النجوم الكبار، بمقدار المتعة وقدين احنا فعليا نتعلم منهم من خبرتهم ومن الاحترافية تبعهم، فهو بمقدار الصعوبة هو ممتع ومفيد، وبالنسبة لنا هو شيء لا يتكرر، يعني لا يتكرر، انه صعب يتكرر يكون في كل هالنجوم بعمل واحد وعمل بهالحتوتة الحلوة وبهالصورة الحلوة اللي رح تشوفوها ان شاء الله. كلنا عندنا نقطة ضعف بسيناريوهات الاستاذ فادي، بترجعنا هيك بالحنين للدراما السورية من 15 سنة، ايام ما كانت فعليا الدراما بأوجه. النص كتير دافي، كتير حلو، عائلي، والناس يمكن اشتاقت لهي الأجواء. الدور الأول مهم والدور الأطول، يعني مثل هذا العمل مثلاً كل الفنانين اللي فيه نجوم وأبطال ودور أول، هو الدور يتوقف على أهميته. أنت بتحس حالك بهذا العمل أو بهذا الدور فعال أو غير فعال؟ عم بعمل شخصية رائد، الحقيقة هو أحد الشخصيات يعني اللي عنده طموحات وأهداف بلش العمل وعنده مصالح بيسعى لتحقيقها، بعد فترة بيغير طريقته بتحقيق هاي الأهداف والمصالح، فبيوقع بمطب بينكشف، بيتعرض لتحول درامي. يعني هي المختصر الحكاية بدون تفاصيل. نص اللي كاتبه فادي قوشقجي الحقيقة نص يستحق الكثير توقف عنده. بالأساس الأستاذ فادي بيكتب أعمال يعني إلى صيغة خاصة وصبغة خاصة، وهذا شيء بينحسب له، وبالتالي لما قريت النص شعرت أنه قد يكون في شيء اشتقنا له من زمان ما كان هيك. هالنص جمع دوريد لحام وأسامة الروماني بعد 40 سنة من آخر عمل جمعهم ليكونوا ضمن سيناريو اجتماعي بمشاركة كل من سلوم حداد، صباح الجزائري، نادين خوري، محمد قنوع، علاء قاسم، ورفعة ياسين، والكثير من النجوم.